والله عندك من الشفط يا الواصل. والله ما غير هالحين مسرن علي اخر الليل باقي ساعتين عن السوق والله ما يمداني الحق احد. اول شيء الله يحييك ابو في محلك الله يطول عمرك. الساعه 1:30 دقون علي تقول يا ابو وانا شب النار اسوي لنا قهوه. تجمع قلوب وضع ما طلع بعد كنت ولا ما طلع والله ضار يا ابي العقال يا عمي والله ما طلع بس وشوك ايش فيك انت الله يحييك تعال تعال يا وشوك فيك انت تعال لا تسكت لا تقعد عشان مخلد ممكن تسكت دقايق اسلم اسلم يا عمي ما هو طبيعي مخلد الليله وضع ما طبيعي يا ابو وائل ما تعرف تقول ان انتم تشبشبون النيران ومقومين يبا ترى محنا ومون علىكم انا اخيك احنا زي عيالك الله يحييكم انا محلكم وين محلكم وراعي لكم لكن الساعه هذه قاعد يدق الساعه هذه الوقت هذا طبع عليا عاد بنت الايام ما تصفي ليالي ما تصفي ليالي واللي صفاك زمانك عليا يا ولد تقدر تسكت عم من اول منع رد يعني بذا رد يا مخلي يا مخلد انت تقدر تسكت شوي بعدين عيونك ليش حمر عيون انا علم هذا الرجال راقد من الشامبو الشامبو على ريحه العاطي من هنا لحد الحين ما غسل راسه زين الشامبو هذا مشكله بالله يا عيال صلي على محمد والله شب شبت نار محمد ما تعاقب الليل والنهار ارحبوا يا رجال والله اني لعلم عمي سعيد عاد اصلا هو سامح لي طيب ابو ترف نبيك تسمعنا شيء راكب من عندنا فوق قمطس مخي تصبر شوي طيب يلا اسلم البارحه يوم الاواد بخواشيع لا تحدث يا راكب من فوق حمرا حرا البارحه يوم الاواد بخواشيع قسم بالله لا كنسل يا عيال خلونا نسمع خلاص شكرا اسلم البارحه فمان الله يقول الله تعالى سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ويقول الله تعالى في آية اخرى ان ابراهيم كان امه عند الناس ابراهيم كان فتى وعند ربه كان امه العبره من انت عند الله وليس من أنت عند الناس ربما تكون مشهور في الأرض ولكنك لست بمشهور في السماء ربما يكون العكس صحيح يا رب اجعلنا من اللي مشهورين في السماء وفي الأرض وإن كانت يا ربي ما تجتمع فاكتب لنا الشهرة في السماء واجعلنا في الأرض غير معروفين لا تلعب بمشاعري عشان تأخذ لزومك وتمشي عشان تقضي حاجتك وتقول السلام عليكم لا تقول أحبك وانت ما تحبني لا تقول ما أكرهك وانت تكرهني عزت علي مشاعري فدفنتها بعد الذبول فمت قبل أواني لا شيء يطفئ عبرة مخنوقة في القلب إلا رحمة تغشاني للظلم ألف طريقة وأشدها أن يعبث الإنسان بالإنسان لما نكشف مشاعرك الزائفة ما تتخيل قديش الخراب الداخلي جوا بسببك أنت ومشاعرك الزائفة صباح الخير يا صاح ما شاء الله تبارك الرحمن بدأت توضح المعالم الحمد لله تأخرت والله يا بشواك مفروض قبل أسبوع صاب بنا الميت الحين أنت شخلك بس اسمعوا هذا من مواليد 94 ايوه اللي اصغر مني ب 3 سنين ايوه معاهم 3 عيال والرابع في بطنها ان شاء الله يلحقهم الحين اجيب جوز عمي غاز اجيب جوز والله ما ندري متى تخلصون ان شاء
الله على وعدتنا ان شاء الله. على وعدتنا قبل رمضان؟ قبل رمضان ان شاء الله. وش قاعدنا رمضان؟ رمضان ما رمضان عبادة، ما في الزواج يا جماعة. دور المساجد وصلى التراويح مع الناس. انا بقى قبل رمضان شهرين. واحنا قبل رمضان. يا ولد انت تقدر تطلع، ايش دخلك انت بالضبط؟ بعدين وش الميدة يا مخلد؟ الميدة صبها عمدان وهذا يصبونه. اي امشي امشي امشي. ايش تبغاني اطلب لك يا ابو غازي؟ يا غازي يا ابو، مثل الفطور اللي هك اليوم افطرتنا اللي زي كيك الحائل، اللي زي كيك امريكانا ملفوف كذا. طيب في بيض وفي وبا شاهي. طيب خلنا تحط الاثنين لبته. وش غير؟ وسكر ميديم. وبا مويه. واخر شيء احنا طالعين ان شاء الله ابو غازي بندق. والله يمكن يكلف عليك هذا الكلام كله، يمكن يكلف عليك 200 ريال، 250. ايش ريال واحد ما عندي يا غازي، انا ناسي بطاقتي وراكبين معك يا غازي. وش الكلام هذا؟ يا مخذ انا وش اسوي لك؟ انت ناسي بطاقتك والاكسز ما تطلع تقول لي اليوم الكبير، انا وش اسوي؟ ولا عندك اخوان يا غازي؟ انا وانت من ابو يا غازي، انا انت يوم الله غناك اغني معك، لا تقعد تقفل علي وتحرجد لي حسب دافع حاضر ما عندي. والله ماشي من جربعه الريجي. اي اذا قمت تلوف مخابي كذا اخس شيء، ولا طعم للطع على كل طعم دفعت حساب، ما طعم للطع. هذا كريب أوملت، هذا رايق رايق بالحيل. هذا اللي أقوله زي كيك أمريكان اللي يجي ثلاثة في بعض، ثلاثة حبات في كرتون. هذا والله رايق مرة، هذا منتاز أنا أعرفه.